الشر تنجينا من قبل الضو ضو الحب محيينا يا حلو الجو جو الالف بيحمينا نشتاق الشر دايما عم يطلع فينا دخلك يا ربي من هالشر تنجينا بيجي معنا حي مثل الام مندفينا بس المغرور قايم يتمطع فينا بيجي معنا حي بس المغرور دايم يتمطع فينا لازم نتألم حتى نتعلم تبقى الفتنة وحدة تتكلم والحير بيبقى حي بخير وعم يطرد شر وكبر إيمانك يا ابن الحي جاهزة. يلا قوم صارت 7:15 لك يلا يا كسلان قوم تأخذت على شغلي لازم امشي يلا اي ساعة جاي اليوم بخلص مستشفى على 6 بس بدو اقطع عطات وفاق بعملها ابري بضل جاي كي وانت تنتين بتجي ايه وبعدين شو عامل اشي جاي على البيت طب ليك حبيبي شو رأيك تروح تشوف جهاد بركة عايز شي لبكرة شو بدي يكون عايزة المعطر مش عارف لما رايح
مش عجبتك الجائزة خواجة فادي؟ بالعكس حبيبتي، عجبتني ممكتر. تفضلي. لا لا حياتي، ما فيي، بتأخر على شغلي. يلا بدك شي؟ لا حياتي، انتبهي على حالك. حبيبي انت، باي. باي. ساره عند ساره هلا بابا نايمة عندها؟ اكيد نايمة عندها، ما انا لشبينه. بابي ما طعت علي حياتي، بس بدي اياكي تنتبهوا بالسهره عشيه. بابا مش رايحين لمحل، نحن بالبيت باوضه ساره. بابا بعرف مين ومين. انا وساره وتريسي ولما. سمر مش سهرانه معكم؟ لا، ما خليها عمو كامل، ما بطيقه. عتقولي هيك عمي كامل؟ منيح انه منو بيك، انت انتحرت. شو مفكر كل البنات بيطلع لهم بي مثلك؟ يا محتالي، عم تبيعيني حكي حلو لبطل اسألك عن سهرة الصبايا الليلة. صح؟ بدي اعرف انا لشو الله خلق لك هالعنتين الحلوين، اذا يغزي العين يغزي العين يغزي العين ما بتعرفي تستعمليهم. ميرسي تيتا، بحبك. طيب حشوفكم بكره بالعرس؟ انا على رد. اوكي، باي. ديري بالك على الطريق يرد عليك. ايه؟ انت الحبيب بالي. باي حياتي، باي. باي باي. يا دلي انا نسيت الا تتصل فيني بس توصل. ماما دولي سهرانة عند سارة. ايه بعرف. سارة اللي ساكنة بالبناية اللي حدنا. بعرف، بس بركي لا سمح الله بعيد الشهر يعني اتفشكلت على الطريق. اه ايه هي حرام، نسيت. بشوف بالطبخة. باي ماما. بكرة الصباح. بونجور، أنا كتير منيح، أنت كيف؟ أنا كتير منيحة. كيف تحضيراتك للعرس؟ والله تمام، يعني كل شيء حاضر لبكرة. وهولي كلهم للسهرة الليلي؟ لك إيه، ما الشباب جايين يسهروا عندي، فبتعرفي يعني باتشلور وقصص عبالي. إيه بس ما تسهروا كتير الليلي، أحسن ما تتأخر بكرة على العرس. عن جد؟ إنه معقول يعني أتأخر على العرس؟ ليش أنا مصدق أصلاً يجي بكرة تنجوز أنا وسارة؟ إن شاء الله. لك رح تنام عندها اليوم؟ ايه. عدو عقلين. ها انتو عدو عقلين. طيب بوصيلي اياها كتير. باي باي. وبكرهك انت كمان، بتعرفي ليه؟ لانك بتزكتي له على كل شيء بيعملوا فينا.
شو بقى سمر؟ زعلانه من بيك لانه ما خليها تروح تسهر عند ساره. يينا ما كل صحباتها نايمين عند ساره، بكره عرسها. تعرف بيك ليكي ماما، بي عم بزيدها شوي، انه سمر صار عمره 25 سنه، لازم يعملها على اساس كل اصحابها سهرانين وهي لا. ما بعرف، بس بيك خليها تروح تسهر من 7 لـ 8:30. ايه لا ما بحق الا تزعل سمر. هي وقع البنت. ايه بونجور خواجة مجد. شو عمل سيمون؟ كل شيء طلبته مني مسجل بهالورقة. منيح سيمون، كل اللي طلبته منك بدي اياك تنساه. نسيته خواجة. شو عملت لي بالسيارة؟ سجلتها باسمي خواجة وعملت لك ويكال لتسوقها حضرتك، وهي المفاتيح. كمان منيح سيمون، قصة السيارة كمان نسيتها خواجة. برافو. قل لي انت وين عبالك تسافر؟ انا؟ ليه يا خواجة؟ عبالي ابعتك على بلد انت حابب تروح عليه. ليه يا خواجة مجد؟ انا عملت شي غلط؟ بالعكس، بس انا من هلأ لشهرين ثلاثة ما بدي شوفير، بدي اعطيك فرصة مدفوعة. ومش بس مدفوعة، انت رح تسافر على البلد يلي انت بتختاره، ورح تقعد هونيك كل الفترة يلي انا مش عايزك فيها، كل هيدا الشيء مدفوع. حاضر. طب مش ملاقيهم كتار 250 دولار كرمال نص ساعة؟ حبيبي أنا عبيهم 50 دولار بس، أنتوا شباب صغار وعملت لكم سعر 250 وقال هيك ما بتزبط معي. طب ما زبط لنا يا ب 200؟ أبداً ما بتزبط معي، ما بتزبط. صراحة 250 دولار كتير عليها. ما بنزل لك ولا قرش بال 250 دولار، خلصنا. طب إذا أعطيتك هلا 200 دولار والباقي قبل السهرة بيمشي الحال؟ اتفقنا اتفقنا. رح أعطيك رقصة زويا، أحلى رقصة عندي اياها هون وحتعجبكم كثير ان شاء الله. هي خلص زبطنا 200 دولار. ما بتفهم انا؟ عم بقول لك هيدي رقاصة. هاي ماما. هاي حبيبي. شو الاكل؟ حبيبي ما لحقت اطبخ اليوم، في معجنات كثير، كل قد ما بدك. من الصبح عم تشتغل فيهم؟ شو بدي اعمل؟ خيك وعدوا لجهاد يأمن له المعجنات، والشباب كتار، واسم الله أكيلي. وين الكل؟ ايه رياض عم يتحمم، وسمر زعلانه من بيك لأنه ما خليها تروح تسهر عند سارة. ولا شو بدها تزعل؟ من أمتى بي بخليها تعمل شيء؟ محلها تعود عليه. ليك زاهي ما تبلش. شو ماما خلصتي؟ يلا بدي بلزق الاكل عن جهاد لانه بدنا نحضر على وكيل. بلا حبيبي صار فيك تزقهم، حضرت لك اني عم ادخل البيت، والبيتزا بتاخذهم بالنقل الثاني. اوكي ميرسي، اطيب ام بالدنيا انت حبيبي. شو زاهي؟ شو عامل ليلى؟ من امتى بعمل اشي انا؟ ماني مدفوس بهالبيت كل ليله. شو رايك تطلع تسهر معنا عن جهاد؟ ليك سامر جاي برقاصه شرقيه. اي والله اذا بيك عرف بيقتلكم. اذا انت ما خبرتي ماما ما بيعرف. شو زاهي شو قلت؟ اتركوا لزاهي، بعد عنده سنة بيصير 18 وبيسهر قد ما بده. ايه ايه سنة، ما هي يا سمر عمرها 25 وممنوع تسهر. سمر بنت. ايش يعني؟ يعني قبل 30 ممنوع السهر. وبعد 30؟ بتكون تجوزت. باي. بتحبك، يلا القهوة جاهزة، تفضلي.
يلا فوتي اشربي القهوه. دخليلك بلا قهوه، خلينا اعملك هالابره وفل، فادي بكون طق قلبه لحاله بالنهار. هلا بندق انه بنخليه ينزل يشرب القهوه مع امين. معلي طوفا، خلينا اعملك الابره وفل. ما رح خليكي تعملي لي الابره تتشربي القهوه. جوعانه؟ لا. عاملي لبن امه بتاكلي صبيعك وراهم، بسكبلك صحن؟ لا طنط ميرسي، بدي اتعشى انا وفادي بيكون بعده بلا اكل. لك انت قوم حط لك صحن لالك وصحن لاله. دخيلك لا، عندك كثير اكل ما هم بعرف شو بدي اعمل فيهم. بونسوار كارول. هاي امين، كيفك؟ منيح، كيفه فادي؟ منيح. شو؟ محضرين حالكم ليله؟ ليله ما في نوم. الشباب كله سهران عند جهاد، واكيد رح يدجوا على راسنا للصبح. معلي خليهم يدجوا وينبسطوا. بكره عرس جهاد وساره، اقل شيء نتركهم ينبسطوا. كلها ليله وبتقطع. دخلك الصبايا شو عاملين؟ صبايا سهرانين كلهم عند ساره. رزق الله. ذكروني لما تجوزنا انا وفادي. من شي 4 سنين؟ 5 سنين ونص. لا، صاروا 5 سنين ونص؟ شفت الايام كيف تقطع بسرعه؟ كانه امبارح. سكبت لك صحن لإلك وصحن لإله، ها. شو بعمل بأمك يا أمين؟ يا عمي عندي كتير أكل. إيه بس مش مثل أكلات الماما. إيه هيك ما فينا نقول شيء. يلا اشربي القهوة. معلي بلا قهوة طاط، خليني أعمل لك هالإبرة وأطلع على البيت. لك أنت الفل ولفادي، خليه ينزل يشرب معنا القهوة. لا أمين ما تدق له، بعرفه كتير منيح ما رح ينزل بهالوقت. لكن اشربي القهوة على السريع وخبريني شو أخبار العرس والعرسين؟ أمري لله. هلو. هاي بابي. اهلا اهلا. اخذتني روعة السنة. واو انبسطتي؟ كتير بشرت كتير. رجعتي؟ طيب روحي قولي لها لسولي تحضر لك عشاء. اوكي. بسطت كتير بالسنة. خي مرسي اختي. عم عازبك معي هيدا الفترة بس انت عارف الوضع. ما تقول هيك مجد بشرفك، نحن اخوة. انت منيح؟ منيح. ما كأنه لك شهر بالبيت، ليه ما بترجع شغلك خيي؟ بكره برجع. امتين؟ بس لتروق اعصابي شوي، بعدهم الناس عم يجوا يعزوني. بيجوا بعزوك بعد ما ترجع من شغلك. طيب بكره بشوف. مجد في اسألك سؤال؟ شو صار من جمعة؟ شو صار من جمعة؟ صار شي. شي مثل شو؟ انت قل لي. ما صار شي. مجد انا وانت مش بس اخوة، انا وانت اصحاب. بحياتك ما خبيت عني شي، كل عمرك تخبرني كل اسرارك. تالي جوعاني وبدي اشوف سولي اذا عملت العشاء. مجد ما رح تخبرني؟ حبيبتي ما في شي خبرك اياه. بكير قلت لك بدي امرق عطات وفاء اعملها الابره. ليك شو بعثت لك معي؟ لبن امه. طبعا قعدت شربت قهوه. يا حياتي ما بتعرفها لطاط وفاء، اصرت وانا ملطوع من الساعه 2 بين 4 حيطان ناطر الست لترجي من برا. برا؟ شو كنت عم بلعب انا برا؟ كنت بشغله. انا هالعيشه كلها مع الطياقه، يومين بالجمعه نومي برات البيت. نومي برات البيت؟ وين عم نام؟ عم نام بالمستشفى، بشغله. ولك يا ريتني عم نام، عم ضلني واقفه على اجري كل النهار. ما تنقيت، انت بدك تشتغلي. ما عم نام. عم قلك وين عم نام. بعرف وين عم بتنامي، ما بده مين يقلي، بس فوق كل شغلك بالمستشفى راكده ليل نهار تمرضي بالجيران بالحي هو ببلاش. ليه؟ مضطر انا اتحمل غيابك عن البيت وكله كرمال مين؟ كرمال الناس؟ طب شو له لزوم هالمشكل كله هيدا؟ عم قلك ريشها تعبانه. ايه عادي تعبانه ما تشتغلي، عادي بالبيت. بلكي ساعتها بصير فيك تخلفي شي ولد. لا ما مصدق شو عم تقول. أنا طالع أسهر عند الشباب.
هاي فوق بيت جهاد؟ ايه فوق بيت جهاد. انا زويا. زويا؟ وانا ابو طوني. صح هو بالتالت؟ ايه صح هو بالتالت. ميرسي. Turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Dolly. Nobody knows what I'm feeling inside. I find it so stupid. So why should I hide that I love to make love to you, baby? Yeah. Make love to me. شو يا سارسول؟ بكره بدنا نتجوز؟ بدها تتجوز. شو بك زعلانة؟ ماني زعلانة. مبين. صعبة. ليه صعبة؟ إنه بتبطل تكون عندها حريتها. هلا بدها تقعد تسأل جوزك كل ما بدها تعمل شيء. صعبة بدي أقول لكم شيء، أنا كثير عبالي أتجوز بس إنه بعد بكير عمري 23 ما هيك؟ أنا عمري 24 مش عم فكر بالموضوع. إنه أنا مش كثير عم فكر بالموضوع بس إنه جهاد محمس مشان هيك. بس أنت صار عمرك 26؟ إيه يعني. يعني شو إذا صارت 26 صارت ختيارة؟ ما حدا عم بيفكر بالموضوع قبل 30. أنا ما بحياتي تعرفت على حدا غير جهاد. صار لي 6 سنين معه. شو؟ 6 سنين؟ 6 سنين. أنا استحبت بالشغل. تعرفت على واحد. كانوا مع بعضهم 6 سنين. تجوزوا. بعد 4 أشهر رجعت على بيت بيا، طلع بخيل ومش عارفة. دولي مش وقت هالاخبار هلا. شو بدنا بالعالم؟ شو طفله؟ أنا خايفة. من شو؟ من شو خايفة؟ خوفتيني. من بكرة. من العرس. من بيي. ما تقولي لي بيك بعده عم بيقنعك ما تتجوز جهاد. بكرهه لجهاد. هالقد؟ اف. ليه ما بتثيقه؟ بس جهاد شاب بعقد. بس المشكلة مش بس بيي. شو في خوفتيني احكي؟ المشكلة فيي انا. بدي اخبركم شيء. النهار وأي متى بدي يحسوا عدمهم ويخلصوا لنا الحفلة وينيمونا؟ صارت بالقصيد معاش. ما بقى في يتحمل، ما بقى في يتحمل. أنا طالع فرجيهم. كامل طول بالك حرام عليك. أمين؟ إنه هودي أي متى بدي يحسوا عدمهم ويعرفوا إنه في ناس نايمين ويخلصونا من الحفلة؟ كيف يعني بسيطك يا أمين بعد الساعة 12؟ ما أنا انطبشت وبدي نيم، لا كثير هالقد. أمين 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 اسمعني، راح أعطيهم نص ساعة بس، إذا ما طفوا الموسيقى أنا طالع عليهم.
هيدا كامل. خير؟ قال مزعوج من الموسيقى. هي واكيد عم بيعيط مثل العادة. عم بيعيط، عم بيجعر، قال بده يطلع عليهم. حرام جهاد، بكره عرسه خليه بالقليلة يسهر سهرة العرس تكون حلوة. ولك يا ماما إلي ساعة بطبقه تعطيهم نص ساعة زيادة قال. كتر خيره. هذا هو. ألو؟ إيه كامل؟ ما عليه، أعطيهم ربع ساعة بعد. ألو؟ ألو؟ سكر صوتك. أكيد طالع عليهم، عد للثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. وطوا الموسيقى! وطوا الموسيقى! أبو طوني! أبو طوني! عزيزة! هلا! زوزان يا عزيزة! رقصة! رقصة! رقصة ببنيتي أنا! I'm going to go. ما حلفت لي انه ما رح تشرب على الحفلة. انا شايفك قبل بس وين بدات اقول لك وين بالبيت وين وين مش معك مش معك عزيزة هارد لك عزيزة عزيزة ابو كامل استمع الله يساعدنا يا كامل كيف طفيلهم الموسيقى مين حدي قلت لك ابنك وابنك ركبته على الدرج هلا بكون وصل على الباب والباقيين كلهم مطفيين وجايبين رقاصه رقاصه شرقيه كمان لا هم خبروني لو امين لا تكون عارف انه في رقاصة وما خبرتني لا 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 معقول يا كامل عارف انه في رقاصة وما قلت طيب انا رايح نام تركني ساعده تعال اهلا بونسوار بونجور بيي صارت ساعة 12 وربع كنا سهرين عند رامي شو بو سامر سامر مطفي سامر طب رح روح ساعد التاتا زياد حتى ولو ساعدتها لستك ما رح تهرب مني فوت نايم هلا وبكره إلي حديث انا وياك يا رب تنجينا شو هالجيل بابي فيك نام حتى بدك اياني نام حتىك يلا نامي تعال مامي بعرف حبيبتي بعرف وانا كمان انت رح ترجع من وين بدها ترجع حبيبتي من وين من السما الليل بيروح على السما بعود يرجع طيب ليه راحت نامي حبيبتي نامي انا رح نام عندي رجعتي يا بي بطلت بطلتي
مش أنا، هي بطلت. هي؟ مين هي؟ سارة بطلت بدها تتجوز. سارة بطلت بدها تتجوز؟ يا ربي من هالشر تنجينا.